سي راشد غنوش اعطيناه اكثر من فرصه وحضرناه اكثر من مره سواء في مكتب المجلس او في الجلسه العامه بان طريقه تسير البرلمان راهي طريقه كارثيه، راهي ما تعمل كان في الاحتقان داخل المجلس، رانا كنا نواب راهو مش على معناها نواب حركه النهضه وحلفائه من ائتلاف الكرامه اساسا عندهم على رؤوسهم ريشه والباقي لا، راهو هو رئيس لكل النواب لبرلمان تونس وليس رئيسا لحركه النهضه ونواب حركه النهضه وحلفائها. اليوم في تقديم اعطيك مثال بسيط، المرسوم مراجعه المرسوم عدد 116، الحكومه مقدمه مشروع وائتلاف الكرامه مقدم مشروع. مشروع الحكومه عنده الاولويه في المرور بالدستور، يجوا يحطوا سي رئيس ديوان وسي حبيب خضر في الرف الى ان يجهز مشروع ائتلاف الكرامه ويتعدى هو وقبل النظر في مشروع الحكومه باش من بعد يقول لا المشروع التنقيح الحكومي راهو جاء من بعد وما عرفش شنو يدخلك فك المتاهات هذيك نتاع الواحد. راهو اللي قاعد يصير في المجلس، نصوتوا في مكتب المجلس على تمرير قانون، غدوه نعاودوا نصوتوا من جديد لانه من بعد راجعوا حساباتهم قال لك لا نرجعوا نصوتوا ويقع التصويت من جديد والاغلبيه مضمونه في مكتب المجلس. اللي قاعد يصير من عبث داخل المجلس من خلال اداره سي راشد الغنوشي البرلمان وتفويضه لكل صلاحياته لسي حبيب خضر راهو مساله اختيره. اللي صار اللي يهدد امن النواب وامن البرلمان كاملا مع ضيف ائتلاف الكرامه اللي حبوه يدخل بالسيف ومن بعد دخلوا رغم انف الامن الرئاسي، دخلوا سي حبيب خضر والرجل العائد من بؤر التوتر والرجل فقد عينه في معارك في العراق والرجل معناها كثير من الحديث اللي قاعد يصير. كيفاش انا يا خويا انا نتصور روحي مهدد لبرا ونحين ادخل البرلمان نكون على الاقل تحت رعايه الامن الرئاسي؟ كيفاش تحب الاشياء هذه تتواصل؟ كيفاش تحبها تتواصل؟ منطق المغالبه، انا عندي اغلبيه في مكتب المجلس امرر ما اريد وافعل ما اريد واستقبل ما اريد. انت عجبك اللي يعمل فيه سي راشد الغنوشي باسمنا جميعا بدون تفويض منا في الدبلوماسيه وتدخله في صلاحيات رئيس الجمهوريه وسطوه على صلاحيات رئيس الجمهوريه؟ لو تفشلوا في مسعاكم هذا هيكل المكي لانه العمليه معقده كما اشار منذ قليل بولبابا سالم، فما امور بتاع حساب عندنا مسائل مبدئيه شوف مش لو حركه الشعب والكتله الديمقراطيه تفشل في ازاحه الغنوشي من رئاسه البرلمان شرف المحاوله وشجاعه حتى تكون ضربه قاسمه لكم. علاش؟ خايفش احنا صورتنا مدفونه في مون بليزير ولا عندنا حسابات باش نقدموها لحركه النهضه؟ بالنسبه لنا كما يقول الشاعر امام الشهاده عهد على عاشق كبرياء السماوات في ناظريك نقاوم، نعرف ان القتال مرير وان التوازن صعب وان حكوماتنا في ركاب العدو وان ضعاف النفوس تمول الذئاب. احنا باش نبقوا نقاوموا من اجل هذا الوطن ومن اجل مشاكله الحقيقيه ومن اجل امنه. الناس اليوم اللي تحكي على الفساد وتضارب مصالح، هناك ما قبل الفساد وتضارب مصالح هو امننا وامن دولتنا اللي على الحدود منتهك الان، واللي يلزم يكون هناك تنسيق ومجهود وطني حقيقي من اجل مجابهه الخطر الداهم الموجود في حدودنا الجنوبيه. ويلزمنا نعرفوا شكون هم الاطراف الداخل اللي تحب تفجر الدوله من الداخل، لازمنا نعرفوهم شكون، وحنا نعرفوهم ماذا بينا سي رئيس الجمهوريه يزيد يوضح لنا المساله هذه.